ليه مش موجود في بيتك بمنصب فني او اداري؟ وكمان ممكن اسالك ايه افضل طريقه لعب يلعب بيها النادي الاهلي في النهائي؟ يعني اولا ليه مش موجود في بيتك بمنصب فني او اداري؟ الاهلي طبعا. يعني انا موجود في بيتي اهو. لا طبعا النادي الاهلي مفتوح لي في كل وقت، ويعني زي ما قلت الحمد لله الامور ماشيه بشكل ممتاز. الناس بتأدي دورها دلوقتي والفرقه مستقره. انا مش مع ان حد يدخل على المنظومه وهي مستقره وماشيه، ف احنا بنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي وكل الدعم طبعا للنادي، وتحت امرهم في اي وقت وفي اي مكان يحتاجونا فيه احنا معاهم وتحت امرهم في كل شيء يا اسلام. قبل ما نروح للسؤال الثاني، وائل انت ممكن تروح تزور الفرقه قبل ما يسافروا الفتره دي ولا انا مشغول؟ عندي الاستوديو بتاع المباراه، فلو هناك. فاحتمال اوكي اسافر قبل فممكن اروح، يعني ممكن انا لسه عندنا وقت قبل ما ماشي الفريق يسافر، انما عشان مباريات الدوري فما حبيتش ان انا اروح لهم. تروح لهم دلوقتي. عايز اسالك برضو ايه افضل طريقه لعب يلعب بيها النادي الاهلي في النهائي الافريقي؟ افضل طريقه لعب اللي احنا متعودين نلعب بيها طبعا، بنفس السيستم اللعب بنفس اللعيبه اللي موجوده. انا اهم شيء بالنسبه لي ان احنا ما نخسرش لعيب مهم قبل المباراه دي يا اسلام، خاصه ان عندنا مباراتين مهمين في الدوري، لان اصبحت مباريات الدوري مباريات مهمه، انما الاهم هو بطوله نهائي دوري ابطال افريقيا. المهم ان احنا ما نخسرش لاعب اساسي من الاساسيين قبل المباراه. المباراة مش هتكون سهلة أبدا أبدا، لأن ده فاينل، وفريق قدر إنه يخرج فريق الوداد من الدور قبل النهائي، يلعب 180 دقيقة ما يدخلش فيه هدف، فممكن المباراة تصعب علينا. وإنما أنا عندي ثقة كبيرة في اللعيبة إن شاء الله وفي موسيماني إن نقدر إن احنا نفوز بالمباراة يعني.